أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطيات المستمرة من قناة الأيام لطوفان الأقصى وأبرز المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية في هذا الموضوع والقضية الفلسطينية. وللحديث أكثر عن التفاصيل نرحب سوية بضيوفنا الكرام، المحلل السياسي الأستاذ علي عودة ينضم لنا مباشرة من بغداد. أهلا بكم سيد علي، وأيضا الترحيب بالصحفية والكاتبة السياسية ثريا عاصي تنضم لنا مباشرة عبر سكايب من بيروت. أهلا بك سيدة ثريا، وأبدأ معك سيد علي. وأبرز التطورات يمكن وأهمها هي التهديدات الأخيرة الصادرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية للكيان. برأيك سيد علي، هل ستخلق هذه التطورات متغيرات في المعادلة الحالية بالصراع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدي الكريم ولقناة الأيام الفضائية وجمهورها الكريم. حياك الله. لا يخفى على أحد أن إسرائيل لديها عدو أول وأخير هو إيران، وقالها صراحة بنيامين نتنياهو قبل فترة، سألوه من هو العدو؟ قال إيران، كرروا مرتين أو ثلاث فذكر اسم إيران، يعني إيران ستكون وستبقى هي العدو الأول لإسرائيل. لما لها من مواقف مشرفة تجاه هذا الكيان الغاصب، فلذلك أن مسألة التصريحات الإيرانية تكون مسألة طبيعية، ومن حق إيران أن تصرح وتتحرك وتشحذ الهمم من أجل التصدي لهذا الكيان الغاصب. بالنسبة طيب. نعم طيب، هذه التصريحات الإيرانية سيد علي يمكن وصل صداها إلى واشنطن أكثر من الكيان الصهيوني، برأيك كيف ستتعامل واشنطن مع هذه التهديدات والتصريحات؟ حسب رأيي الشخصي أن الولايات المتحدة عندما يكون رد فعلها تجاه إيران أو تجاه دول المنطقة تفكر كثيرا من خلال مراكز الدراسات ومن خلال المستشارين ومن خلال الشخصيات الأمريكية المؤثرة في القرار الأمريكي. لذلك فإن مسألة الرد الأمريكي على هذه التصريحات ربما لا يكون ميدانيا وإنما مجرد استهلاك إعلامي، ربما تقوم بضرب موقع في الأراضي السورية أو اللبنانية أو حتى في غزة والأراضي الفلسطينية، لكن أن يكون رد فعل ميداني كما يحدث في بعض مناطق العالم، لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستغامر في هذا الرد. وربما في الأيام القليلة القادمة سنجد أن هذا الأمر سيتبخر ولم يكن له أي وجود. أيضا نرحب مرة أخرى بالسيدة ثريا. سيدة ثريا، إذا ما أرادت المقاومة الدخول على خط المعركة بشكل مباشر، أي الجبهات ترشحون أن تبدأ منها، من الجنوب اللبناني أم من سوريا؟ يعني عمليا من بداية، أولا مساء الخير، ومن بداية المعركة أو من بداية طوفان الأقصى، المقاومة في لبنان أعلنت موقفها بأنها ليست على الحياد ولم تكن يوما على الحياد بالعدوان الإسرائيلي الدائم على غزة وعلى كل فلسطين المحتلة. ولا ننسى أنه لبنان ليس بمنأى عن الاعتداءات والعدوانات الإسرائيلية، وهو قد بدأ المعركة في لبنان باستهدافه للصحفيين المراسلين لوكالات أجنبية في جنوب لبنان، وكانوا على مسافة بعيدة من الحدود، واستهدفهم بغارة طيران، يعني ليست قذيفة عشوائية وليس اشتباك كان بين المقاومين، استهدفهم وكانوا بمقربة من مركز للأمم المتحدة. وبالتالي هي دائما المقاومة إن كانت دخلت أو لم تدخل هي في لبنان تستخدم قواعد اشتباك، وهي قوات دفاعية وردع للإسرائيلي من العدوان على لبنان أو من اجتياح لبنان. وبالتالي أنه المقاومة ليست لوحدها، منذ 2006 أعلن ذلك محور المقاومة التي تشكل،
فإن كان في سوريا ليست لم تكن لوحدها، ونعرف أنه العراق أعلن موقفه وإيران تعلن موقفها وروسيا أعلنت موقفها، لأنه لماذا لا نأخذ الأمر من الجهة المقابلة؟ لا. كيف أن العالم كله هرول بحاملات طائرات وبوارج وعديد ووزراء والسياسة والقمع والحملات الإعلامية ضد أطفال غزة، أطفال غزة الذين يذبحون، ضد شعب غزة الذي يبات كل يوم، والملاحقة فقط على المواقف الأخلاقية التي قد تتخذها المقاومة في لبنان أو في أي منطقة عربية. طيب السيد حسن نصر الله سبق أن وجه تهديد للكيان الصهيوني، إذا ما تم اجتياح بري لقطاع غزة فسوف يتدخل حزب الله. أيضا جاءت تهديدات الجمهورية الإسلامية من جهة أخرى. بالمقابل لم يصدر عن سماحة السيد أي تصريح إلى الآن. يعني إلى الآن العدو مربك من غياب السيد، صمت السيد، لم يصدر عنه أي تصريح بهذا الشأن. الإسرائيلي هو الذي يهدد ويتوعد، والمقاومة في غزة هي التي ترد على تهديدات الإسرائيلي أو الأمريكي أو غيره. لم يصدر أي كلام رسمي أو مباشر من سماحة السيد حول هذا الموضوع. طيب لأي حد من التجهيز والاستعداد قادر فصائل المقاومة بكل ساحاتها على المشاركة في صد هذا الهجوم البري إن حدث فعلا وتكرار مشاهد يوم 7 أكتوبر؟ منذ عدوان 2006 والمقاومة تقول أنها باتت أقوى، وكل يوم هي تزداد عديدا وتزداد جهوزية، وهي لم تكن حتى بكل الإشغالات التي انغمست بها، إن كان في حرب على سوريا أو في العراق أو في اليمن، وكل هذه وكل المشاكل الأزمات الداخلية في لبنان والحصار الذي في لبنان، وهي دائما كانت تتوعد بأنها على جهوزية تامة، ولا يجرؤ العدو على أن يغتصب أرضنا مرة ثانية. وفي كل يوم كانت تذكر المقاومة أن هناك احتلال مزارع شبعة والغجر التي تريد أن تحررها، والعدو دائما كان في المرصاد، وهو نصب خيمتين وقامت الدنيا ولم تقعد على خيمتين في الأراضي اللبنانية على الحدود المحاذية مع العدو الصهيوني. طيب. وبالتالي هي دائما المقاومة تقول، وفي أيار الماضي كانوا قد أجروا مناورة علنية دعوا إليها كل وسائل الإعلام العالمية الصديقة وغير الصديقة، وشهدوا الدال مدى استعداد المقاومة، مدى جهوزيتها ومدى تفوقها، وهذا ما يخشاه العدو، ولذلك يستفرد بأطفال غزة. أعود لك سيد علي، ما بعد التهديدات الإيرانية المباشرة للكيان الصهيوني وللولايات المتحدة جاء الاتصال ما بين بايدن والسيد السوداني، هل يمكن اعتبار أن الأمريكان عرفوا أن العراق فعلا مؤثر ومقبول ومسموع لدى دول المنطقة، إيران ولبنان والمقاومة بشكل عام؟ هل يمكن للعراق أن يكلف بوساطة لهذا الموضوع؟ يعني كلمة وساطة ربما تكون غير دقيقة إذا تسمح لي سيدي الكريم، لا. لأن الجانب العراقي لا ليست له علاقات بين مع دولة إسرائيل، لذلك ربما بايدن اتصل بالسيد السوداني للتوسط مع الإيرانيين أو مع الأخوة في فلسطين. نعم، هو ما عنده علاقات يمكن بالكيان الصهيوني، هذا محظور، لكن أكو علاقات ما بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية وفصائل ومحور المقاومة بكل ساحاته. يعني أعتقد أن الحكومة العراقية المتمثلة بالسيد السوداني لا تأبه لهذه ربما التهديدات من قبل الجانب الأمريكي. رسائل الجانب الأمريكي نعتبرها شبه تهديد،
بأنكم يجب أن تقفوا موقفا يعني مع الولايات المتحدة باعتبار أن هناك اتفاقات أمنية واستراتيجية مع الولايات المتحدة. لذلك فإن الحكومة العراقية ربما ومن خلال اللقاء الأخير للإطار التنسيقي بمكتب السيد السوداني القرار سيكون ليس شخصاً بالسيد السوداني وإنما بشخصيات وكتل سياسية عراقية تتباحث فيما بينها ليكون موقف العراق موقفاً حكيماً وغير متشنجاً أو متسرعاً. لذلك فإن الاتصال الذي أجراه السيد بايدن بالسيد السوداني ربما يكون لحل حالة الأمور من الجانب الفلسطيني وكذلك من الجانب الإيراني. الجانب الإيراني وكما عهدناه يعني سياسة متزنة وغير متسرعة وتبتعد عن التشنج، لكن هناك خطوط حمراء على الجانب الآخر أن لا يقفز عليها أو يتخطاها. لذلك فإن هذا الاتصال ربما يكون لحل حالة الأمور لا أكثر. طيب من جانب آخر، الموقف العراقي الرسمي والشعبي والتظاهرات الحاشدة التي شهدتها بغداد وأغلب المحافظات العراقية الداعمة لغزة، إضافة إلى موقف المرجعية الدينية وبيانها الداعم كالعادة للقضية الفلسطينية وحربها ضد المحتل، كيف قرأته هذه الجوانب كلها؟ كيف قرأتها الإدارة الأمريكية؟ يعني بكل فخر نتحدث عن هذه الفعاليات التي خرجت في العراق، أولا تتمثل بموقف المرجعية الرشيدة وكذلك المسيرة أو التظاهرات المليونية في ساحة التحرير، والجمعة القادمة ستكون كذلك مماثلة، وكذلك مواقف الكتل والشخصيات السياسية العراقية كلها وقفت إلى جانب القضية الفلسطينية. لذلك فإن المواقف المتمثلة بإخواننا في العملية السياسية ربما سترسل رسالة إلى الإسرائيليين وكذلك الأمريكان بأن موقف العراق موقف حازم وشديد ولا يمكن النقاش في هذا الموضوع، لأن مسألة القضية المركزية التي تناساها العرب عندما كانوا في السبعينات والثمانينات والتسعينات ربما كانوا يتحدثون عن القضية المركزية قضية فلسطين. اليوم العراق يؤكد بكافة فعالياته الرسمية والدينية والشعبية يؤكد بأن مسألة القضية المركزية لا زالت متواجدة في ضمير وفي كل شخص عراقي. المواطن العراقي ربما تلاحم بغض النظر عن التوجهات السياسية والدينية والمذهبية وكذلك القومية، كل هذه الفعاليات تلاحمت من أجل موقف واحد وحازم لا يمكن أن يتزحزح بتهديد من الولايات المتحدة أو بخسائر داخل الأراضي الفلسطينية أو ربما خارج الحدود. العراق قال كلمته من خلال كافة الفعاليات التي ذكرناها. نعم. طيب الأمريكان إلى أي درجة يدركون أن العراق يمثل ثقل مضاعف بوجود المرجعية الدينية كمحور مهم على مختلف الصعد في العراق وفي المنطقة؟ يعني سواء أرادت أمريكا الحرب أو السلام بهذا الموضوع، هل يمكن أن ترسل رسائل عبر وسيط كاتصالها بالسوداني من النجف أو قريب من النجف وإلى النجف في ذات الوقت؟ وكما ذكرت الواشنطن بوست في تحليل لبيان الإمام السيستاني بأن الصراع أو أمريكا لا تريد، وحتى الكيان الصهيوني لا يريد أن يتحول الصراع إلى صراع يهودي إسلامي، بينما قبلها وزير الخارجية الأمريكي أكد أنه عند حضوره إلى الكيان الصهيوني أتى بصفته يهودي وليس وزير خارجية. يعني بالنسبة لتصريح وزير الخارجية الأمريكي ربما سيحاسب عليه، لأنه تصريح متسرع ومتشنج، ربما سيندم عليه. لا يندم، ليست لأنه ابتعد عن الدبلوماسية، لأنه يمثل الولايات المتحدة الأمريكية ولا يمثل لا طائفة ولا دين ولا قومية أخرى. مسألة موقف المرجعية الرشيدة في النجف موقف له تأثير كبير على دول العالم كافة وعلى الولايات المتحدة، لأنها تعرف جيدا من خلال دوائرها
الاستخباراتية ومراكز الدراسات وكذلك الشخصيات السياسية تعرف حجم المرجعية ومدى قوة كلمتها وتصريحها. ربما تكون الولايات المتحدة تأمل في التحدث إلى المرجعية من خلال السيد السوداني باعتباره يعني يمثل الحكومة العراقية وكذلك له تواصل مع المرجعية، فالولايات المتحدة تقف هنا موقفا ربما عقلانيا كي لا تكون النتائج غير مرضية بالنسبة لأمريكا وكذلك لإسرائيل. السيد السوداني له شخصية مستقلة في إدارة الدولة وفي إدارة الحكومة، لكن قراره ليس فرديا، ينفتح على الكتل السياسية وكذلك يستمع إلى نصائح وتوجهات وآراء المرجعية الرشيدة. أعود لك سيدة ثريا وتصريح وزير الخارجية الإيراني وأنه في ظل استمرار العدوان والحرب والإغال بالدم الفلسطيني فأن فتح جبهات أخرى هو احتمال قائم. بالمقابل كان الصهيوني قادر أو لديه القدرة على فتح جبهات أخرى وتوسعة هذا الصراع سواء في لبنان في سوريا وربما العراق وغيره. لا، واضح أنه الصهيوني كتير مأمن أنه لن تفتح عليه جبهات مختلفة من كل الجبهات العربية، هو أمن هذه الجبهات ولذلك يستفرد بحرب إبادة على الشعب في غزة. هو يعرف جيدا أن مصر لن تفتح المعبر، ويعرف أن الأردن لن يتحرك وسوريا كرسحها، وبالتالي الخوف فقط، والجميع يجيئون ويذهبون إلى لبنان خوفا من أن تتحرك جبهة لبنان. ومع أنه العراق أعلم موقفه أعتقد من خلال المرجعية ومن خلال الحشد الشعبي وكل الأطراف الموجودة المقاومة الموجودة في العراق، وإيران كانت في الأمس متأخرا وزير الخارجية كان بدأ يلوح بأن الوقت بدأ ينزف ينفذ، ولكن نجد الإسرائيلي يشد عوده ويقصف أكثر ويؤجل الحرب البرية خوفا من المواجهة مع المقاومين، والضحايا في النهاية وعلى مرأى من العالم أجمع الضحايا هم الأطفال والنساء والعائلات التي تباد في غزة، ولا أحد يتحرك. يعني أنه لا أعرف أي جبهات قد تفتح، وإذا الإسرائيلي عنده أي مخاوف من هذه الجبهات لما كان رد فعله بهذه الشراسة. طيب، يعني لماذا المواقف الإيرانية الأخيرة تبدو كأنها راغبة بتوسعة هذا الصراع وكأنها مستعدة له؟ بيان الإمام علي خامنئي، إذا تسمحي لي سيدة ثريا، نحن ننسى أنه في اليوم الأول حتى لو حاولنا نبرر للوزير الخارجية الأمريكي، ولكن الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة وفرنسا، فرنسا اليوم تجرم من يرفع علم فلسطين، من يتعاطف مع أطفال غزة تجرمه وتعتبره إرهابي، وإيطاليا وألمانيا وكلهم هرولوا وأعطوا كل استعداداتهم للكيان الصهيوني وتعاموا وأساسا حاطين ستار حديدي عن كل ما يجري في غزة. نحن نعول ننتظر ما سيرد من الصين، لأن المواقف الصينية مشرفة، كولومبيا موقفها مشرف أكثر من كل العرب في جوار فلسطين، روسيا تتابع بدقة الموضوع، ولكن لا نعرف أن تجري القمم وكل ذلك وينزل بنفس الساعة كل يوم، كل ساعة يقتل 14 و20 طفل في غزة. طيب،
بيان الإمام علي خامنئي وتصريحه بأنه إذا تواصلت الجرائم في غزة فإن صبر المقاومة سوف ينفذ وصبر المسلمين ولا يمكن لأي طرف أن يقف أمامهم. وسبق صحيح. بيان الإمام السيستاني بوضع شرط السلام أو شرط زوال الاحتلال، وضعه شرطا لتحقيق السلام. بالمقابل، إلى أي درجة تمثل هذه المواجهة إذا كانت بطابعها الدين الإسلامي، إلى أي درجة تمثل خطر على الكيان الصهيوني الذي لا يرغب بإعطاء صفة دينية لهذه المواجهة وإبقائها عربية باعتبار العرب لا يحركون ساكنا حاليا؟ من أعلنها حرب دينية هو الولايات المتحدة وإسرائيل، هم من أعلنوها حرب دينية، وليس طيب. فقط العالمين الإسلامي والعربي، لأنه نحن يعني من العالم العربي ماذا ننتظر من دول العربية التي خرجت في هذا البيان؟ يعني عندنا النموذج الأقصى ما نطمح إليه كعرب هو البيان الذي خرج من الجامعة الدول العربية، وبالتالي أنه الدول الإسلامية ننتظر إلى اليوم. هناك دعوة من إيران، من الجمهورية الإسلامية في إيران، للدول الإسلامية لكي تجتمع في طهران، ولكن ما نراه اليوم أن لا. هناك مجزرة، هناك حرب إبادة على شعب غزة، لن ينتظر إلى أن يلتقوا الرؤساء ولا الزعماء، وبالتالي أنه الخامنئي منذ اللحظة الأولى كان يرد على التهديدات الإسرائيلية الصهيونية، وكمان كان بالمرصاد حتى إذا من راقب الروسي والصيني والكل لا. يتكلم عن حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم، حقهم في الحياة، حقهم في الدفاع عن أنفسهم، لأنه منذ اللحظة الأولى نحن شاهدنا العالم بأجمع الغرب الاستعماري كله تنادى إلى أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، واعتبروها أنها حرب دفاعية، ولكن نسوا أن شعب غزة أو الفلسطينيون في غزة هم لاجئين من فلسطين المحتلة، وهم كلهم في سجن كبير. يعني غزة تطالب، المقاومة في غزة تطالب بتبييض السجون التي يرزح فيها 7000 فلسطيني، من أولاد لأطفال لشيوخ لنساء، وكل الجندريات كما يريدون تسميتها، ولكن ينسون أنه في 2,200,000 فلسطيني مسجون في قطاع غزة، في علبة سردين، في سجن كبير. فتجرأوا هؤلاء المقاومين وطاروا من فوق السجن، من فوق سور السجن، وحطوا بأرضهم المحتلة لأنه ضاق النفس بهم، ولكن لم يتحمل العالم ذلك، أنه لا، أنه ليس اليوم الأول الذي ننادي به بفك الحصار عن غزة. 18 عام ونحن نقول بفك الحصار عن غزة، غزة يموت الناس فيها جوعا، وبالفوسفور الأبيض، بكل القنابل المحرمة دوليا يقصفون. يعني نجد الصورة في الإعلام الصيني ولا نجدها في الإعلام العربي، ولا نراها في الإعلام العربي، ولا نجد من يدافع عن هؤلاء الأطفال الشهداء. اللي صرنا عم نتابع خبر سقوط الشهداء في غزة كما كنا نتابع الإصابات في كورونا، من مات منها ومن أصيب ومن لامسته الكورونا. غزة كلها في حجر تام، مقطوعة عنها المياه والكهرباء والدواء وكل شيء. لكن سيدة ثريا، حتى الآن تقصر. إذا تسمحي لي، حتى الآن هذا الدعم الغربي خصوصا والدولي والعربي نوعا ما داعم
ومتعاطف مع الكيان الصهيوني. هذا الدعم الكبير المخزي إلى أي درجة يعطي الضوء الأخضر؟ إذا تسمحي لي سيدة ثريا، إلى أي درجة يعطي الضوء الأخضر للكيان الصهيوني للإغال بالدم الفلسطيني؟ لا، ما يبدو أعطوه الضوء الأخضر، ليس إلى أي درجة. واضح أن هناك يعني صار لأكثر 11 يوم ونحن نقول تتعرض غزة لحرب إبادة، قالها الصيني وقالها الروسي وقالها الإيراني وقالها العالم والجماهير التي لا يعول عليها ونزلت إلى الشوارع. ننتظر منها أن تضغط أكثر على حكوماتها. ننتظر اليوم في عمان يفترض أنه تنزل مظاهرة كبيرة لنصرة غزة، ولكن واضح أنه العالم هالقد وقح وهالقد صلف وهالقد يعني خلع الأقنعة كلها التي يتكلم فيها عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وكل هذه الأمور. واضح أنه جاي بحرب دينية مجددا، ولكن أنه مش مفهوم شو هي هذه الحرب الدينية. هل هي فقط على الإسلام؟ ولكن قصفت الكنائس في غزة يعني، وفلسطين فيها مسيحيين ومسلمين، يعني ليس فقط ضد المسلمين. ايضا ينضم لنا، اذا تسمحي لي سيدة ثريا، يعود لك بعد قليل اذا تسمحي لي. اذا تسمحي لي، شكرا لك سيدة ثريا. ارجو ان تسمحي لي انتقل الى بروكسل مباشره عبر الهاتف مع الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ منهل المرشدي. اهلا بكم سيد منهل، وودنا اسالك عن اخر تطورات على صعيد القضية الفلسطينية وطوفان الأقصى، وهناك زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي يوم غد الأربعاء للكيان الصهيوني. إلى أي درجة ممكن أن تعتبر من أهداف هذه الزيارة محاولة إقناع نتنياهو بالعدول عن محاولة الاقتحام البري لقطاع غزة؟ نعم، حياكم الله أخي العزيز، تحية لك ولضيوف المشاهدين الكرام. أعتقد أن مسألة موقف أو ما نعمله من زيارة بايدن إلى الكيان الصهيوني الأقصي المحتلة يبقى موقف التراضي، على اعتبار أن الموقف المعلن والرسمي والمتبنى هو الاصطفاف الكامل إلى جانب المعتدي والمحتل والغاشم، إضافة لما حصل بالأمس في مجلس الأمن. نعم، موقف بمنتهى الوقاحة عندما استخدمت كل من بريطانيا وفرنسا بالإضافة لأمريكا وسيدنا اليابان استخدموا الفيتو ضد قرار الهدنة الإنسانية يعني المشروع القرار الروسي. أنا أعتقد أن هذه المعركة في العزيز مثلت حدين منفصلين، حد جماهيري وحد رسمي. فيما يخص الحد الجماهيري، من الواضح أن الجماهير العربية والشعب العربي في كل الدول العربية روم ما حصل في مهزلة الربيع العربي والمؤامرات وما يحصل من تجويع وقتل، إلا أن الجماهير العربية زادت موقف متماسك تناصر القضية المركزية ومع فلسطين. وأعتقد أن المظاهرات التي خرجت في عموم الوطن العربي بما فيها الدول المطبعة هي خير دليل على ذلك. أما النظام الرسمي العربي فللأسف الشديد موقف يندى له الجبين. تصور مواقف، حتى البيانات التي كنا نعتاد عليها بيانات إنشائية من الجامعة العربية بالشجب والاستنكار، حتى هذه باتت تبدو بيانات خجولة مترددة. بل أن وصل الحال بالرئيس محمود عباس يتبرأ من تنظيم حماس ومن فصائل المقاومة. الرئيس المصري السيسي يعني يقترح اقتراح لعقد قمة كذا في يوم السبت القادم، يتعامل مع المسألة بأريحية وكأنما هذه الدماء هي مياه وكأنما لا توجد هناك مجازر في كل دقيقة وفي كل ساعة. ولكن المحصلة النهائية إن ما حصل في المعركة لحد الآن هو انتصار تاريخي، هو معجزة إلهية، هو حدث بحكم القدر المحتوم لمصير
الثورة العربية بشكل عام طيب. ضد كل المحتلين وضد كل الغاصبين. نعم. طيب سيد منهل، الرئيس المصري قدم دعوة للسيد محمد الشياع السوداني رئيس الوزراء العراقي للمشاركة في قمة طارئة تعقد في القاهرة بمشاركة قادة وزعامات عربية وإقليمية. هذه الجهود سيد منهل ممكن أن تصل إلى سحب الصدام من الميدان فعلا؟ والله أخي العزيز أنا بصراحة يعني مع جل احترام لموقف الحكومة العراقية التي يعتبر أيضا هو موقف متقدم بعض الشيء عن بعض الدول العربية، إلا أنني وبصراحة تحدثت كعراقي هنا وعيش في أوروبا، كنا أتمنى أن يكون الموقف العراقي أوضح وشد حزما مساند إلى فصائل المقاومة لا مجال للمجاملة. كنا أتمنى أن يكون هناك مقترح لإيقاف على سبيل المثال حتى في مؤتمر القمة الذي يحصل إيقاف ضخ النفق للدول المساندة للعدوان علنا. أنا يعني من أين أخجل؟ من أين أخاف؟ يعني ما أعرف عشان يعني هم بمنتهى القباحة وبمنتهى أجلكم الله الخسة يساندون الكيان الصهيوني ونحن لا نتخذ أي موقف. حتى مسألة احتجاج السفراء استدعاء السفراء سفراء الدول التي وقعت من العدوان فرنسا بريطانيا أمريكا لا ولا دولة عربية قامت في استدعاء سفير. لا نريد طرد السفراء من دول التطبيع سفراء الكيان الصهيوني، نريد استدعاء سفراء هذه الدول التي استهانت واحتقرت الحق العربي. ولذلك أنا غير متفائل، أي قمة تعقد في القاهرة غير متفائل فيها، أي اجتماع يعقد في القاهرة غير متفائل فيها. يعني لو كانت تعقد في بغداد ربما تحت ضغط فصائل المقاومة والحس الجماهير العراقي المساند ربما تعقد. رصيدك على وشك النفاذ. الشكر الجزيل لكم سيد منهل مرشدي الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا مباشرة عبر الهاتف من بروكسل. وأعود لك أستاذ علي، تراجع الكيان أو إعلان عن التراجع عن قضيته ورغبته بمحاولة التهجير القسري لسكان غزة، هل هو تراجع حقيقي أم سوف يكون هناك تهجير مبطن مقابل استمرار عمليات القتل والإغال بقتل الفلسطينيين وترهيبهم؟ يعني هي الحرب حد ذاتها خسائر للطرفين، يعني احنا اخواننا الفلسطينيين تكبدوا خسائر كبيره في بين المدنيين، اقصد بين الاطفال والنساء والشيوخ، وكذلك الجانب الاسرائيلي في اول يوم لطوفان الاقصى تكبد خسائر كبيره في بين ضباط وقاده من الاسرائيليين. لذلك فإن إسرائيل تحسب حساب أنه الغضب الشعبي من قبل الجماهير الإسرائيلية الجمهور الإسرائيلي الذي يبدأ بالضغط على الحكومة الإسرائيلية بعدم المغامرة وكذلك عدم الانجرار وراء الحرب البرية كما وصفها نتنياهو. لذلك فإن لا أعتقد أن إسرائيل ستضاعف من عملياتها العسكرية، ربما تتراجع قليلا تكتيكا من خلال المشورة ربما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك حلفائهم في الدول الغربية. الجانب الفلسطيني رغم يعني وجود بعض الإمكانات التي لا تضاهي إمكانات إسرائيل، إلا أن العقيدة وكذلك الثورة الشعبية في فلسطين ستضغط كثيرا على الجانب الإسرائيلي وتوقف كافة مشاريعه ربما التي تريد أن تضاعف من عمليات الإجرامية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين. طيب حقنا لدماء الفلسطينيين، أكو محاولات ووساطات للتهدئة حثيثة من أغلب الأطراف الإقليمية والدولية، قمة مصر مثلا واتصال السيسي بالرئيس محمد الشياع السوداني للمشاركة في هذه القمة، ممكن لهذه القمة أن تؤدي فعلا إلى هذه النتيجة؟ ولماذا هذه القمة في مصر؟ بسبب يمكن محاولة الكيان تهجير أهل غزة إلى سيناء، وهذا تحدي يعتبر كبير أمام الرئاسة والإدارة المصرية. هناك أخبار تسربت بأن إسرائيل وبالاتفاق مع بعض الدول المطبعة الدول العربية المطبعة برعاية أمريكية
ربما لنقل آلاف من الفلسطينيين إلى بعض الأماكن في ليست في مصر حصن وإنما حتى في العراق. هناك أخبار تسربت بهذا الخصوص، لكن لا المواطن الفلسطيني وكذلك المواطن العربي لا يعول على هذه المؤتمرات وهذه اللقاءات. لما لهذا التاريخ الطويل من تلك اللقاءات والمؤتمرات التي عقدت في القاهرة وفي بعض العواصم العربية خرجت بمقررات خجولة وكذلك جبانة، لا تجرؤ على وصف مثلا الاعتداءات الإسرائيلية وكذلك الموقف الأمريكي تجاه القضايا الفلسطينية. ربما هناك بعض الإنشاءات التي سوف تسوقها بعض الكيانات العربية أو بعض الحكام العرب أو بعض الممثلين لهذه الدول العربية، ربما ستنشئ بعض الكلمات المزوقة بالدبلوماسية، لكن للأسف تنسى وتتناسى حجم التضحيات وحجم الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. العرب أقصد الشارع العربي لا يعول على هذه اللقاءات، لكن ربما يجد بصيص أمل في بعض التحرك من قبل الشرفاء من الممثلين لهذه الدول العربية. نعم. طيب، تصريح وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان بأننا لن نسمح، أي الجمهورية الإسلامية لن نسمح لإسرائيل باتخاذ أي إجراء في قطاع غزة دون مواجهة عواقب وخيمة، وكل الخيارات مطروحة. برأيك ما هي الخيارات المطروحة لكل أطراف المقاومة سيد علي لمواجهة الكيان أو أي إجراء يقوم به في غزة؟ مثلما إسرائيل لديها بعض الأجندات السرية ولا تبوح بما لديها من خطط وكذلك من عتاد ومن هجمات ضد الفلسطينيين وكذلك ضد المواقع في لبنان، كذلك الجمهورية الإسلامية في إيران لديها خطط سرية وكذلك لديها مباحثات ودراسات وقرارات لا تبوح بها في الإعلام. التصريح مفتوح من قبل السيد وزير الخارجية الإيراني، ربما البعض يفسر بأن هناك ضربة عسكرية أو لا، بالعكس أنا أقول هناك خزين كبير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، وأخص بالذكر حماس، لديها خزين كبير من العتاد ومن الصواريخ ومن الخطط التي ربما تواجه بها إسرائيل إذا ما تمادت إسرائيل في هجمات جديدة وجرائم ترتكبها بحق المدنيين. ربما في لبنان هناك المتمثلة في فصائل المقاومة، والرائد هناك هو حزب الله الذي منفك في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وكذلك في التصدي لهذه الهجمات وهذه الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية. إيران لديها مخططات سرية وكذلك تتحدث بدبلوماسية وبخطوط عريضة، لا تتحدث بتفاصيل حتى لا يفهم كلا التصريحات تفهم بصورة سيئة. نعم. طيب، أعود مرة أخرى إليك سيدة ثريا، هناك إدانة أيضا قانونية دولية لكل ما قام به الاحتلال في قطاع غزة، وتأكيد على ارتكاب الكيان عدة جرائم أو الكثير من الجرائم، جرائم حرب وصنفت كجرائم حرب، منها قتل الأطفال والمدنيين وكذلك محاولة التهجير القسري لسكان غزة. ممكن محاسبة الكيان وقادة الكيان الصهيوني على كل هذه الجرائم؟ لو ممكن أن تمر مرور الكرام كما مررت الكثير من الجرائم السابقة، من سيحاسبه؟ هي إسرائيل عد كل القرارات في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة، إسرائيل بأي من القرارات التزمت في أو سمح بمحاسبتها؟ بال2006 كان في توثيق لجرائم الحرب الإسرائيلية التي مورست على لبنان، كم من المجازر، في خزان إسرائيل 52 مجزرة إلى قبل آخر المجازر التي ترتكبها في غزة. من يحاسبها؟
في إعدام الصحفيين من يحاسبها، في ضرب الأونروا ومنظمات الدولية من حاسبها، في استهداف الصحفيين، في استهداف الأطفال، في استهداف المستشفيات، في استهداف المنظمات الدولية. يعني إذا كنا لم ننسى بعد المجزرة في قانا جنوب لبنان، كانت على مركز للأمم المتحدة أول مجزرة قامت بها بال 96، وبالتالي من سيحاسبها على هذه أي عالم؟ يعني نحن انتظرنا بالأمس كيف بكل صلافة استخدموا الفيتو أو لم يحتاجوا إلى استخدام الفيتو لأنهم لم يستطيعوا أن يقنعوا أي من الدول الحرة. أنت سمعت من دول التطبيع، ما زلت كنت تقول أنه لم يستدعوا سفيرا لهم، لم يسمحوا بأي تظاهرة تذهب إلى أي من سفارات إسرائيل أو مكاتبهم التجارية في أي من دول التطبيع، ولكن كولومبيا استدعت السفير وطردت السفير من كولومبيا وقطعت العلاقات مع الكيان الصهيوني. ولكن كولومبيا قد فيها تأثر بمجلس الأمن ولا مجلس حقوق الإنسان أو كل الإدانات والشجب؟ أين سمعت الإدانات والشجب؟ الإدانات والشجب حين بالجامعة العربية يساووا القاتل بالمقتول، ساووا المعركة وكأنها لا علاقة لها لا بفلسطين ولا بالقضية الفلسطينية ولا بمخيم اللجوء ولا بأي حق للمقاومة للشعب الفلسطيني أن يكون له مقاومة، ولذلك لم يعترفوا بالعملية المقاومة التي قامت بها المقاومة من غزة إلى فلسطين. ومن تنتظر إسرائيل؟ طيب. لولا أنها تعرف أن قد يقف شخص واحد بالعالم، نحن لم نرى أحدا لا من مثقفين لا من كل ما ذكرتيه. إذا تسمحي لي سيدة ثريا، لا لاحظنا أن إسرائيل لا تحتل فقط فلسطين، وليس لها أطماع فقط من الفرات إلى النيل، هي تحتل كل العواصم الغربية، هي تحتل واشنطن وتحتل باريس وتحتل روما. واضح سيدة ثريا، لكن إذا تسمحي لي، كل ما ذكرتي من معطيات وهذا التجاهل الدولي المخزي لي جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، بالمقابل ألا يعطي، اسمحي لي سيدة ثريا بس خلطيك السؤال، هذا ألا يعطي حق للمقاومة سيدة ثريا إذا تسمحي لي؟ كل هذا التجاهل الدولي وهذا استعمال هذه المعايير القاسية والغير منصفة بحق الفلسطينيين، ألا يعطي حق بالمقابل للمقاومة الفلسطينية للدفاع عن النفس؟ وهناك من يلوم المقاومة ومن يلوم الفلسطينيين على عملية طوفان الأقصى لأنها استثارت الكيان الصهيوني. ما هو هذا السؤال الأساسي، هذا السؤال الأساسي، أين القانون الدولي؟ أين المحاسبة باستهداف الصحفيين؟ أنت هيدا بالقانون الدولي هذه جريمة حرب، باستهداف المنظمات الإنسانية هذه جريمة حرب، باستهداف المستشفيات، باستهداف الطواقم الطبية وطواقم الصليب الأحمر، الكل يستغيث أساساً بالقانون الدولي. أليس جريمة حرب أن تقطع الماء؟ واليوم تحديداً امبارح بدأ مؤتمر في لمنظمة الغذاء العالمي، مؤتمر حول المياه في العالم. نعم. وتجريم من يقطع المياه عن الآخر، ونحن عم نعيش حرب مياه وانقطاع المياه، ولكن بكل صلافة إسرائيل ووقفت من ورائها الدول الغربية التي تدعي كذبا، انكشف كذبها بكل وقاحة وصلافة بالكذب والهراء بموضوع حقوق الإنسان وحقوق الشعوب بتقرير مصيرها، انه هؤلاء انه معروفه بكل القوانين الدوليه
انه لك حق بالمقاومه عندما تكون تحت ترزع تحت الاحتلال وتحت القهر وتحت الحصار وكل هيدا، يحق للشعب ان يقاوم. نحن هنا لا نعترف، نتعامل مع حماس او مع القسام وسرايا القدس بانهم كما لو انهم داعش، المرتزقه التي هم اسسوها وهم نصروها. يعني نحن لا ننسى انه في الحرب على سوريا النصره كانت تذهب لتتعالج في مستشفيات الكيان الاحتلال. وما زالت الى اليوم. شكرا لك سيدة ثريا، عذرا لضيق الوقت، وصلت الفكرة. شكرا لك يا صحفية والكاتبة السياسية سيدة ثريا عاصي، كانت معنا مباشرة عبر سكايب من بيروت. شكرا لك سيدة ثريا، وشكر جزيل لكم المحلل السياسي الأستاذ علي عودة، كان معنا مباشرة ضيفا كريم بغداد. شكرا لكم سيد علي. إذن مشاهدينا إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام هذه التغطية، لكن التغطيات بالتأكيد سوف تستمر من قناة الأيام لتغطية كل تطورات وأحداث طوفان الأقصى، ونتمنى السلام لكل المسلمين ولأهلنا وأخواننا في فلسطين. إلى اللقاء.